السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي قناة أنا ماما. اليوم جبت لكم واحد الوصفة جديدة على اليوتيوب اللي هي شباكية ديال السمن، كتجي ما شاء الله معلكة غزالة، مذاقها لا يعلى عليه تبارك الله، كتجي شهوة منها مجعبة وشاربة العسل. وقبل ما ندوزو المقادير، اللي باقي ما اشتركش ينزل يعمل لي الاشتراك والاعجاب، وكذلك يحط لي تعليق اذا امكن. هنا ندوزو المقادير، عندي نص كاس ديال اللوز مرحي وما محمصش، يعني ما يعادل 50 غرام او ملعقتين. عندنا ملعقه ديال النافع او اليانسون، كذلك عندي 125 ملي ديال ماء الزهر فيه واحد الضويمه او ملون غذائي او زعفران حر. عندي كذلك نص كاس مخلط بين زيت الزيتون او مع زيت الطبخ، كذلك عندنا نص كوب ديال السمسم او الزنجلان مرحي محمص، يعني الريح الرحيه البنات مزيان حتى يولي يعني بحال العجينه، من الاحسن باش ما يغلبكمش في الطحن. وعندي ملعقه صغيره ديال القرفه مطحونه وتكون مغربله من الاحسن، كذلك عندي زوج معالق كبار ديال الخل او ما يعادل 25 ملي 25 مللتر. وعندي صفار بيضه، ما كنديرش انا بيضه كامله باش ما تطلق لينا الرغاوي في وانتم كتقليو، فما عنده حتى دور. وهنا المكون اللي ضفته انا كاجتهاد شخصي اللي هو السمن، فهذا غتلقوه البنات في السوبر ماركت، يعني راه كيعطي الشباكيه واحد المذاق عالم اخر. فدرت انا زوج معالق كبار ديال السمن، الا ما لقيتوش دير غير الزبده خليوها تغلي حتى تحيد لي هذاك الحليب، واستخدموها يعني استخدموا نص كاس ديال العنبه. كل المكونات كنخلطوهم مع بعض في الخلاط، واحد زوج دورات في الخلاط الكهربائي. البنات الا ما عندكمش هذا الخلاط عملوا العملية بإيديكم بالطريقة التقليدية، ترى عادي جدا وكيصدق لكم شباكية غزالة مثل ما موضحة في الفيديو. ندوزو للنواشف، في واحد الملة كنديرو فيها الطحين نص كيلو بالإضافة 4 غرام ديال البيكنج باودر أو الخميرة الكيماوية، قرصة ملح وشوية ديال المسكة الحرة مطقوقة أو المستيكة أو اللبان العربي. كنشدو المكونات الجافه كنضيفوهم على السوائل اللي ضربناهم، نردهم ثاني يضربوا. هنا ما كديروش ايديكم نهائيا في العجينه البنات، الا حسيتوها شويه ناشفه، حيت انا كل يعني كل حد والطحين اللي عنده والقابليه لشرب السوائل، كتضيفوا له الا شفتوا شويه باقي ناشف كتضيفوا له شويه ديال ماء الزهر، راه ما كاين حتى شي مشكله. وكتعجنوها، ماشي كتعجنوها، كتجمعوها فقط، لان داك الخلاط راه قام بالعمليه ديال العجن. ها انت كما تشوفوا انا ما لقيت معها حتى شي مشكله، غير جمعتها هكا وقطعتها الثمن قطع، لان انا درت هنا غير نص كيلو ديال الطحين، انتما بامكان مضاعفه الكميه. فقطعتها 4 قطع حطيتها في بلاستيكه، لقيت بلاستيكه انا حدايا بيضه درت فيها الثمن قطع، خليتهم وسرحتهم غادي تشوفوا كيفاش، وطويتهم بحال الظرف او طويتهم 4 المرات بحال تنديروا المسمن او الملوي، ونخليهم شويه يرتاحوا. كل ما خليتهم يرتاحوا كل ما احسن، ما عندكمش وقت خدموهم ديك الساعه ماشي مشكله. ها انت العمليه اللي قصد، يعني كتجمعوهم بحال الظرف وتخليهم يرتاحوا نص ساعه ساعه ماشي مشكله، ما عندكمش خدموهم على طول. فكنسرحوهم هكذا شويه وكنخليهم يرتاحوا. هنا من يرتاحوا جبتهم قسمتهم كل مربع قسمته ثاني على جوج شرائط باش يسهل عليا العمليه، وسرحتهم. هنا بعد ما سرحناها كنديرت انا درت هذه المره غير 4 الشخطات، الخامسه قطعت 1 2 3 4، الخامسه تنقطعوا، يعني طريقه سهله للمبتدئات، كتجي زوينه في الشباك كما شفتوا في الفيديو. واليوم عندي واحد ضيفه اماراتيه غادي تعاوني في الشباكيه اللي هي بنتي، اول مره كدير شباكيه، فقالت لي لازم نعمل معك، قلت لها اجي. فتبارك الله يعني تشبيكه دغيا ضبطاتها، يعني حفظاتها،
فيعني حتى المبتدئات بامكانكم يعني سهله سهله جدا. فكنديروا 4 خطوات، الخامسه تنقطعوا وكنشبكوا كما غتشوفوا في الفيديو. واحد جوج ثلاثه اربعه الخامسه نقطعوا انت كما موضح في الفيديو. انا ما كنحيش دوك الجناب كان غير كنقطع بالقطاع، علاش؟ باش ما نضيع العجينه وكنسهل عليا الخدمه، بقى نعاود في العجينه. انت كتشوفوا كناخذوا الاولى كنحطوها على الثانيه ونطلقوا اللي حداها، ومن بعد نحطوها على الاخيره ونقرصوا الجنيبات، وكنأكد قرصوهم مزيان البنات باش ما تحل لكم في القليل، يعني راه سهله. والجنيبات كنقرصوهم مزيان، انا ساعات كنشتهم كبار بزاف كنقطعهم بالقطاعه، الا شتهم غير عاديين ما كنحيش دوك القنيطات، علاش؟ باش ما تجيني هي سواقيه. يعني هذه الطريقه البلديه واللي كانوا كيديروها امهاتنا وجداتنا، بحال هكا كتكون باينه ديال الدار، ماشي سواقيه كتكون منسقه او كلها قياس واحد. انت شتو، كنحطوا الاولى على الثالثه، نطلقوا اللي بعدها وكنحطوا على الاخيره ونجمعوا دوك الجناب، ومن بعد كنقرصوا البنات. ناكد قرصوا مزيان الشباكيه باش ما تحل في القلي، ويجيكم واحد الشبه واحد الشكل قصدي ما كيشبه لا شباكيه ولا حتى حاجه. هانتي شتو الشكل ساهل. هنا غنعاود معكم شحال من وحده بالنسبه للمبتدئات، وبالمره ما عملتش المونتاج الحوار مع بنتي باش حتى المتتبعات يتبعوا معنا. شوفي الاوليه حطيها على الثانيه. اوكي شفتي؟ تجي والثالثه تجي. ايوا شطوره، مع انك اول مره تسوينها لاني شطوره. شوفي عندك حطيها في اي مكان، هنا مسكيتها وهذه مالش وهذه مالي. شوفي نعيد معاكم الاول، شوفي سوي هذه تشي اول، افتحيها افتحيها مني. شوفي سوي تشي وحطي هذه فوق دي، ما تحطهاش فوق الثانيه، حطها فوق الثالثه. ايوا والهادي حطيها على وجهها الاخيره. شوفي حطي الروس مالهم لاقيها، ها تجي. ايوا ستوره حطيها على الرخامه، وهذه يبيها هاني. شفتي؟ ايوا راويني مالك، راويني مالش احسن من مالي. حتى دوكم شوفي مال الريم بنتي ما شاء الله، مع انها اول مره تسويها وياي، هاي السنه الاولى تسوي وياي. دوره بنتي الريم انا احسن من مالتي. هذه مالي هذه مالش. يلا شوفي افتحي هذا اول. ايوه بس طالعي هني، حطي هذه شوفي وي هذه حطيها فوق الثالثة. شي ايوا وها حطيها على الاخيرة، وي الاخيرة. ايوا قربيهني شوي انتي. ايوا لا شوي وخري شوية ما عندي. وبعدين بصي طالعيني هذا افتح هادشي. ان شاء الله تكون الطريقه مفهومه. انا ما اقص اليوم اسوي الشرايط، ما احددها بالجراره،
ما احددهم عشان ما اضيع وايد عجين، لان ما تفرق ها، ما يبين اني ما حددت الجوانب. شفتوا كيف ها، يعني تطلع ما شاء الله زوينه بزاف ها، ما شاء الله زينه ها. من بعد ما نكون سالينة الشباك نخلها شويه تنشف واحد ساعه نص ساعه، ما عندكمش الوقت قلوها على طول. هي المهم كتكون تفادى يدك ان تفتح لك في القلي. نقليوها في زيت غزير ومن بعد نحطوها في العسيله. هذا العسل انا صوبته، راه الرابط نخليه لكم في صندوق الوصف او في اول تعليق. المهم راه كيكون راه كسر من احد اسرار نجاح الشباكيه عندك العسل. يعني ما عندكمش الوقت شريوه، عندكم الوقت صوبوه. راه كيجي لهذا العسل اللي نزلته راه كيجي غزال، هو احد اسرار نجاح الشباكيه. يعني كيجي كيخلي الشباكيه تشربو وكيبقى لاصق فيها، ما كيحيدش بلا ناباج بلا اي حاجه. وكما كتشوفوا راه كتجي تبارك الله معلكه معلكه، عرفتي راه هي اللي كنبيعها، كيطلبوها لي الناس في رمضان بزاف. انا ما خسرتهاش فيكم، نزلت لكم الوصفه وكذلك الوصفه ديال العسل، كنأكد راه غتلقوها في صندوق الوصف. فهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم ما تنسونيش تنزلوا لتحت 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 وتعملوا لي الاشتراك او الاعجاب او خليوا لي تعليق، وانا غنرد عليكم طبعا. اي استفسار انا حاضره، ومرحبا مره ثانيه وفي امان الله.